زماني وأصبحت أنا فيه ضحية. ابحث حيبتني يا زماني ما قدرت أودي تحية، من هو بصد جفاني جفاني وأصبحت بعد ضحية. طيب تشبك معي واحد بعد. يا مطاطوريش اليوم انا زعلان، كل العلوم اللي فيني قصيرة. بيتك اليوم تزعل وتفكنا من شرك يا ابو نظارات، يا ابو نظارات. خلوها شان ابكي ما شاء الله مثل الصدام، وجهك كانه خميره مع طحينيه. والله يا خليك نسوي مسجله شعريه نسوي ان شاء الله نسلك اليوم. والله يوم اللي غلبت لا لا صل على النبي بعلمكم حاجه. عبد الرحمن انت مدوق شعر صح؟ ايه تلعب محاوره؟ العب محاوره. ها اليوم طال عمرك نبي ربعيه نبي صفين. ابد تم. يا سلام صقع تصاقع يا طويل العمر. والله انا ماني بلعب محاوره لكن ابشر بالصف. لا ما نبي تصاقع، نبي نمسك الموضوع ونجلد فيه. والله اللي بينكبهم ذا لان التصاقع يا رجل. لا 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 شيء التصاقع. لا خلي نفسك اليوم لا شوف اسمع اسمع ابدا ما تصلح لمينة ما تصلح ابو ملفي بالعكس يا صوت. اسمع اسمع خليك امسك موضوع لازم. يعني مثلا امسك لجنه اللي يجون في اخر الليل كلام اليوم امسكهم وتناولهم كلنا نعزز عليهم. يا سلام هذه افضل من انك تصادم اخويك الثاني تحصل بالبيت الثالث ها خفيف البيت الرابع البيت الخامس تنقهر ثم تخربها معه ثم كذا محاوره. هذه محاوره ايه بس جلد. والله اني تدري وش الزين حضرنا تدري وش الزين لا صارت مدفونه. ها لا صارت مدفونه. ها انت تلعب على المكشوف انتم. اي الرجال اليوم ذاك اليوم لعب. طيب لحظه لا واذا صارت حنيط. طيب جات من بندر يا عيال هذا يا بالي والله بيتي سكت. سمجلي سمجلي ما شوف ما تدفوني يعني والله تدفى ما تدفى. والله ما في المسجل والله مالك قدر علي ترى خذها مني انا متحديك. هين انت ما شاء الله عليك. انت وايد شاعر. في وش وايد؟ لا لا ولا ابغى اصير شاعر ولا شيء ولا كلام من طيب. بس ان كل لعبك على المكشوف. لا والله اقدر اجيب لك من تحت بس ما لا شوف هذا تدري وش اللي تحت الشاعر المفاجئ. تدري وش اللي تحت ايش معناه؟ احيانا يفهم مفيدك اللي انت تحاول انك تمدح. ايوه هي عكس وهي عكس. هاي السماء مدفون هذا الشعر المعنى صد ترى من اول المحاوره كانت معنى كله ما كان لا بالمكشوف شيء ابد على عام 1411 10 12 13 يوم جاء 19 20 وبدوا يلعبون احيانا على المكشوف يوم طلعت صد يوم جاء شو اسمه يوم جاء شو اسمه التركي سؤال بس لك سؤال.